بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد الدرس السادس في الجبر لأولى إعدادي إن شاء الله في مادة الرياضيات. طيب، أول حاجة بيقول لي الجذر التربيعي. يعني إيه الجذر التربيعي لعدد نسبي مربع كامل؟ يعني إيه أصلا عدد نسبي مربع كامل؟ يعني إيه كلمة مربع كامل دي؟ لما أجي أقول واحد في واحد هتدينا إيه؟ هتدينا واحد. الواحد ده بقول عليه مربع كامل. ليه؟ لان هو عباره عن رقمين مضروبين في بعض، رقمين زي بعض مضروبين في بعض. الاتنين في اتنين بتساوي كام؟ بتساوي اربعه. الاربعه دي بقول عليها مربع كامل لانها عباره عن رقمين زي بعض مضروبين في بعض. الخمسه في خمسه بتساوي كام؟ بتساوي 25. الخمسه وعشرين دي بقول عليها مربع كامل. طيب الاربعه وستين دي مربع كامل. ليه؟ لان هي عباره عن 8 في 8. 49 مربع كامل. ليه؟ لان هي عباره عن 7 في 7. 3 في 3 بتساوي كام؟ بتساوي 9. 9 دي بقول عليها مربع كامل. تمام. طيب ال 4 في 4، ال 4 في 4 بتساوي 16. ال 16 دي بقول عليها مربع كامل لان هي عباره عن عدد مضروب في نفسه. تمام كده، ده معنى مربع كامل. يبقى ال 25 دي مربع كامل. ليه؟ لان هي عباره عن 5 في 5. الواحد ده مربع كامل. ليه؟ لان هو عباره عن 1 في 1. ال 4 دي مربع كامل. ليه؟ لان هي عباره عن 2 في 2. ال 64 دي مربع كامل. ليه؟ لان هي عباره عن 8 في 8. تمام. ال 9 مربع كامل لانها عباره عن 3 في 3. طيب تعالوا بقى نشوف ايه معنى الجذر التربيعي. علامة الجذر يا جماعة اللي هي العلامة دي كده عاملة زي السبع وشرطة كده، دي بقول عليها الجذر التربيعي. الجذر التربيعي للواحد، يعني الجذر التربيعي للواحد يعني الواحد ده بيساوي ايه في ايه؟ مش بيساوي واحد في واحد اللي هو هناخد واحد منهم بس. تمام. طيب الجذر التربيعي للاربعة، الاربعة دي مش عبارة عن اتنين في اتنين، يبقى هناخد اتنين واحدة بس. الجذر التربيعي للتسعة، التسعة دي مش عبارة عن تلاتة في تلاتة، يبقى هناخد تلاتة واحدة بس. تمام. الجذر التربيعي للستاشر، الستاشر دي مش عبارة عن أربعة في أربعة، هناخد أربعة واحدة بس يبقى يساوي أربعة. موجب أو سالب الجذر التربيعي للأربعة وستين. أولا أول ما أشوف أي إشارة قبل الجذر، علامة الجذر، بحطها زي ما هي، بنزلها زي ما هي. تمام. طيب الجذر التربيعي للأربعة وستين هو التمانية. تمام. لان ال 64 عباره عن 8 في 8. سالب الجذر التربيعي لل 81، اول ما اشوف اشاره قبل الجذر بنزلها زي ما هي، بحطها زي ما هي. الجذر التربيعي لل 81، ال 81 دي عباره عن كام في كام؟ مش عباره عن 9 في 9، يبقى سالب ال 9. طيب الجذر التربيعي لل 144، ال 144 دي عباره عن 12 في 12، يبقى هتساوي 12. طيب سالب الجذر التربيعي لل 169، اول ما اشوف اشاره قبل الجذر بحطها زي ما هي، ادي السالب اهي انزلها زي ما هي، وبعد كده اجيب الجذر التربيعي للعدد اللي عندي. الجذر التربيعي لل 169 اللي هو ال 13. حابب تجيبها على الاله الحاسبه، ولو اني انا ما بحبش الشغل على الاله، لازم تفهم الدرس الاول وبعد كده تشتغل على الاله عادي. تمام. طيب ادي علامه الجذر اهي. تمام. طيب ال 169 ادتنا ايه؟ ادتنا 13. تمام كده. طيب موجب او سالب الجذر التربيعي للمية. طيب قلنا ايه اول ما نشوف اشارة قبل الجذر بحطها زي ما هي، الموجب او السالب هيتحطوا زي ما هما. طيب جذر المية كام؟ المية دي مش عبارة عن 10 في 10، هتبقى ب10. تمام. جذر الصفر، جذر الصفر بيساوي صفر لان الصفر في صفر بيساوي صفر، يبقى جذر الصفر بيساوي صفر. الجذر التربيعي لاربعين الف هيساوي، مش هيساوي، الجذر التربيعي لاربعه في عندنا كام زيرو؟ واحد اتنين تلاته اربعه، هيبقى عشره اس اربعه. تمام. يبقى هيساوي، معلش انا زنقت نفسي هنا، هيساوي الجذر التربيعي للأربعة هيبقى 2 في الجذر التربيعي لعشرة أس أربعة. بناخد نص الأس في الجذر التربيعي، لما يبقى عندنا حاجة ليها أس بناخد نص الأس اللي هي بعشرة أس 2 اللي هي بمية، يبقى هتساوي 200. تمام. طيب الجذر التربيعي لأربعة وستين على 100. طيب ده إيه؟ ده كسر. يبقى هاخد الجذر التربيعي للبسط لوحده والجذر التربيعي للمقام لوحده. تمام. الجذر التربيعي لل 64 اللي هو بال 8 اوفر او على الجذر التربيعي لل 100 اللي هي ب 10. تمام. اللي هي هتساوي ايه؟ 8 من 10. تمام. طيب
الجذر التربيعي للتسعة على الستاشر، طيب ده برضو بسط ومقام، يبقى هوزع الجذر على البسط والمقام. الجذر التربيعي للتسعة 3 على الجذر التربيعي للستاشر اللي هو 4. طيب الجذر التربيعي ل 36 من 100 زائد الجذر التربيعي للتسعة. طيب هنجيب كل واحدة لوحدها. الجذر التربيعي ل 36 من 100، ال 36 من 100 دي عبارة عن 36 على 100، صح؟ 36 على 100 زائد جذر التسعة، تمام؟ طيب هنجيب هنا جذر البسط لوحده والمقام لوحده. جذر البسط الجذر التربيعي ل 36 اللي هو بكام؟ ب6 على جذر المية اللي هو ب10 زائد جذر التسعة اللي هو 3، تمام؟ والناتج ده هنجمعه عادي جدا. طيب هنا بيقول لي الجذر التربيعي لسالب 7 على 8 الكل أس 2. طيب في الحالة دي لما بيبقى عندي أس أنا باخد نص الأس، تمام كده؟ بقسم الأس على إيه؟ على 2، يعني الاتنين دي هناخد واحدة من هنا بس كده وتبقى إيه؟ أس 1. طيب انا ما عنديش حاجه بتطلع من تحت الجذر في سالب، ما ينفعش اطلع اي رقم من تحت الجذر في سالب، تمام كده؟ طيب يبقى هتبقى عندي هنا هوزع الاس هنا سالب 7 اس 2 اللي هي ب49 على 8 اس 2 اللي هي ب64 اللي هي هتساوي، هاجي اخد الجذر ل49 وال64، جذر ال49 اللي هو بيساوي 7، طيب جذر ال 64 اللي هو بيساوي 8، تمام؟ انا ممكن من غير ما افكها باخد الاساس ده بس بشيل السالب دي خلاص، ما انا عندي الاس هنا ايه اصلا؟ الاس هنا 2، صح؟ 2 ما هتطير لي الايه؟ هتطير لي السالب ده، لان كمان ما عنديش حاجه بتطلع من تحت الاس بايه؟ بسالب، تمام كده؟ طيب نشوف اللي بعد كده. 6 و4 من 10، جذر ال 6 و4 من 10 على 10. طيب عايزه اتخلص من العلامه دي، هنزل صفر تحت، هشيلها وانزل صفر تحت، هتبقى جذر ال 64 على 100. انا اتخلصت من العلامه، حطيت مكانها ايه؟ صفر تحت، تمام؟ طيب وهجيب جذر البسط لوحده وجذر المقام لوحده. جذر ال 64 ب 8، جذر ال 100 ب 10 اللي هي تساوي 8 من 10. طيب جذر السالب 36، جذر السالب 36، مفيش حاجة اسمها جذر سالب أي رقم، تمام؟ الجذر ما بيجيش لأي رقم الإشارة بتاعته سالب، ده كده بقول عليه غير معرف، تمام؟ ده كده غير معرف، لأن إيه في إيه يدينا في عايزة رقمين زي بعض ينضربوا في بعض يدونا سالب 36، ما هي 6 في 6 ب 36، سالب 6 في سالب 6 بكام؟ ب 36. انا مفيش حاجه، مفيش رقمين زي بعض اشارتهم واحده ينضربوا في بعض يدونا سالب 36، يبقى اذا ما ينفعش ان انا اجيب الجذر لاي رقم ايه؟ سالب. طيب لو الاشاره بره، لو الاشاره لو السالب دي بره عادي بنقلها زي ما هي وبجيب اللي تحت الايه؟ الجذر. طيب نشوف اللي بعد كده. الجذر التربيعي ل 9 زائد 40، تمام؟ هيساوي 3 زائد ايه؟ طيب الجذر التربيعي ل 9 زائد 40، حد هيقول لي اه هنجيب الجذر التربيعي ل 9 هيبقى 3. طيب وال 40 ما ينفعش، الجذر ما بيتوزعش على الجمع والطرح، ما ينفعش اوزع الجذر على الجمع والطرح، لما بشوف عملية جمع او طرح لازم اعملها الاول، لازم اعمل الجمع والطرح وبعد كده اعمل الايه؟ اخد الجذر التربيعي ليها، لكن في الضرب والقسمة عادي بوزع الايه؟ بوزع الجذر عادي. طيب هتبقى هتساوي جذر الايه؟ 9 زائد 40 اللي هي 49 اللي هي جذر 49 اللي هو 7. السبعه دي هو مش عايز السبعه، وعايز السبعه دي بتساوي 3 زائد كام؟ هتبقى 3 زائد 4، تمام؟ خلي بالكم الحته دي. طيب موجب او سالب جذر ال 36 زائد ال 64، احنا قلنا اي اشاره اول خطوه اي اشاره قبل الجذر بنشيلها زي ما هي، تمام؟ بنحطها زي ما هي. طيب جذر ال 36 زائد 64، حد هيقول لي جذر ال 36 زائد 64؟ جذر ال 36 هتبقى 6، تمام؟ زائد ال 64 هتبقى موجب او سالب 6 زائد جذر ال 64 اللي هو 8 هتساوي موجب او سالب 14، ده طبعا غلط، تمام؟ قلنا الجذر ما بيتوزعش على الجمع والطرح، لازم اخلص عمليه الجمع والطرح بتاعتي الاول وبعد كده اخد الجذر. طيب 36 زائد 64 هتبقى موجب او سالب جذر الايه؟
جذر المية. تمام. طيب جذر المية بيساوي كام؟ جذر المية بيساوي موجب أو سالب العشرة. تمام كده، موجب أو سالب عشرة، هتبقى موجب أو سالب جذر المية اللي هي هتساوي موجب أو سالب العشرة. طيب نشوف اللي بعد كده، بيقول لي سالب جذر المية ناقص الأربعة وستين. أول حاجة بعملها إيه؟ العلامة مش العلامة، الإشارة اللي قبل الإيه؟ اللي قبل الجذر، بحطها زي ما هي. السالب هتبقى سالب. تمام. طيب حد يقول لي جذر المية عشرة وجذر الأربعة وستين تمانية، يبقى عشرة ناقص تمانية باتنين. لا طبعا مش صح، لازم أخلص الأول عملية الجمع أو الطرح تحت الجذر. تمام. طيب هتبقى سالب جذر المية ناقص أربعة وستين بكام؟ بستة وتلاتين، هتساوي سالب جذر الستة وتلاتين اللي هو بستة، هتبقى بسالب ستة. طيب جذر الواحد زائد تسعة، تسعة على ستاشر. تمام. طيب حد هيقول لي برضو ده جذر الواحد بواحد وجذر تسعة على ستاشر بتلاتة على أربعة. لا طبعا مش صح، قلنا لازم لو في جمع أو طرح نخلصه تحت الجذر الأول، وبعد كده الناتج باخد له الجذر التربيعي ليه. هو الواحد ده بنقول عليه ايه؟ الماجيك، الرقم الماجيك. تمام. ممكن احطه في صورة اي كسر. الواحد ده هيبقى جذر الكام؟ الواحد ده هيحطه في صورة 16 على 16 زائد 9 على 16. تمام. معلش انا زنقت هنا الحاجات في بعضها. يبقى جذر 16 على 16 زائد 9 على 16 هيساوي جذر، هياخد مقام واحد اللي هو 16، وهجمع الايه؟ البسط. 16 زائد 9 ب 25، كده اقدر اخد الجذر ال 25 على 16. جذر ال 25 على 16، جذر ال 25 اللي هو ب 5 وجذر ال 16 اللي هو ب 4 هيساوي 1 وايه؟ وربع. تمام. طيب نشوف اللي بعد كده. طيب جذر ال 49 ألف أس 4 ب أس 2 على 9. طيب الجذر هنا متوزع على كل حاجة، هنا متوزع على 49 وعلى الألف وعلى الب وعلى التسعة. طيب هنقول هيساوي جذر ال 49 7، جذر الألف أس 4 قلنا لما بيبقى عندي حاجة ليها أس باخد نص الأس على طول، هيبقى ألف أس 2 الب أس 2 اللي هي بب، هياخد نص القص بتاعي على التسعة. جذر التسعة بكام؟ بتلاتة. طيب في ملحوظة هنا، الألف دي قيمتها أنا معرفهاش، والبه دي برضو قيمتها أنا معرفهاش، ده حاجة أنا معرفش قيمتها. تمام. مجهولة بالنسبة لي. طيب لما بيقول لي لما بيبقى المجهول اللي عندك ده الألف أو البه أو السين أو الصاد القص بتاعه زوجي، ما بعملوش اي حاجة، بسيبه زي ما هو. لكن لو فردي واحد تلاتة كده، بروح جاي حطه داخل ايه؟ داخل ابسليوت. تمام كده، بحطه داخل قيمة مطلقة، علشان القيمة المطلقة ما بتطلع ليش حاجة سالب. البي دي مش ممكن تكون الرقم بتاعها سالب، صح؟ ممكن تبقى بسالب مثلا، بسالب خمسة، بسالب تلاتة، بسالب اتنين. لا انا ما فيش حاجة تطلع لي من تحت الجذر سالب، ما الجذر ما بيطلعليش حاجة سالبة، لازم الحاجة اللي تطلع من تحت الجذر تبقى موجبة. طب البيه دي انا معرفش قيمتها ايه، ما جايز تكون بسالب تلاتة، بسالب خمسة، بسالب عشرة، معرفش قيمتها ايه، فبالتالي هتطلع لي الرقم كله اللي عندي، العدد اللي عندي كله هتطلعه لي سالب، فبروح جاي حطها داخل ايه؟ داخل القيمه المطلقه دي، فايه دي هتطلع لي الرقم ايه؟ ما فيش حاجه بتخرج منها بتدينا سالب، بتطلع لي الحاجه بالايه؟ بالموجب. ده في حاله ايه؟ ان المجهول اللي عندي الاس بتاعه فردي. تمام. لكن لو زوجي كده كده الاس الزوجي بيطير لي ايه؟ بيطير لي السالب. طيب جذر السين اس 6. طيب جذر السين أس 6 يبقى هيساوي سين أس كام؟ أس 3، صح؟ طيب التلاتة دي فردي ولا زوجي؟ التلاتة دي فردي، يبقى أروح جاي حطها إيه؟ في أبسليوت. تمام كده؟ أو في قيمة مطلقة، معلش في قيمة مطلقة، بحطها داخل قيمة مطلقة علشان إيه؟ علشان تطلع لي بالموجب. طيب تعالوا نشوف هنا، الجذر التربيعي لل 25 سين أس 2 صاد أس 2 على 36، هياخد الجذر لكل واحدة لوحدها. تمام؟ الجذر التربيعي لل 25 بخمسة، الجذر التربيعي لسين تربيع بسين باخد نص الأس، الجذر التربيعي لصاد تربيع بصاد على
الجذر التربيعي ل36 اللي هو 6. طيب هنا انا طلع لي السين هنا الاس بتاعها كام؟ الاس بتاعها واحد يعني فردي، والصاد الاس بتاعها واحد يعني فردي. هروح جاي حطاهم كلهم كده داخل ايه؟ داخل ابسولوت، او ممكن او قيمه مطلقه، او ممكن احط السين والصاد بس كده داخل قيمه مطلقه. تمام. طيب نشوف اللي بعد كده. طيب الحتت بقى اللي بتيجي اكمل مهمه جدا، الجذرين التربيعيين للعدد 9. يعني ايه الجذرين التربيعيين للعدد 9؟ نعرف الجذر التربيعي لعدد 9 هو 3. لا، ما انا عندي 9 دي، ايه اللي اضربه في نفسه يديني 9؟ عندي 3 في 3 وسالب 3 في سالب 3. مش انا لما اضرب 3 في 3 هتديني 9؟ طيب وسالب 3 في سالب 3 مش هتديني 9 برضو؟ تمام. يبقى الجذرين التربيعيين للعدد 9 هيبقى 3 وسالب 3. تمام. طيب الجذرين التربيعيين للعدد 6 وربع. طيب ما ينفعش اجيب الجذر التربيعي ده، لازم اعدله. الستة وربع ده عبارة عن ايه؟ هحوله، هنثبت المقام بتاعه اللي هو الاربعة. الاربعة 6 ب24 + 1 ب25، يبقى هو عبارة عن 25/4. طيب هو عايز الجذرين التربيعيين للعدد 25/4. هياخد الجذر كده، جذر ال 25 اللي هو 5، وجذر الاربعة اللي هو الاتنين، يبقى 5/2 + 5/2، يبقى 5/2 + 5/2. تمام. طيب مجموع الجذرين التربيعيين لاي عدد، لما اجي اجمع الجذرين التربيعيين لاي عدد، ما هم نفسهم، هم العدد واحد، لكن كل واحد واخد اشاره مختلفه. واحد اشارته سالب وواحد اشارته موجب، زي ما يبقى عندي واحد وسالب واحد. واحد وسالب واحد يساوي ايه؟ يساوي صفر. 5 وسالب 5، 5 وسالب 5 بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. مثلا 3 وسالب 3، 3 وسالب 3 بتساوي صفر. يبقى مجموع الجذرين التربيعيين لاي عدد بيساوي صفر. تمام. المعكوس الضربي للعدد، الجذر التربيعي للعشرة على 2.5. طيب لازم اجيب الاول الجذر التربيعي للعدد ده، وبعد كده اجيب المعكوس الضربي ليه. تمام. طيب هيساوي الجذر التربيعي هنا 10/2.5. طيب انا عايزة اتخلص من العلامة دي، هزود فوق صفر، هتبقى 100/25. الجذر التربيعي المية اللي هو بعشرة، والجذر التربيعي ال25 اللي هو بخمسة، يبقى هيساوي كام؟ 10/5 هتساوي 2. المعكوس الضربي للاتنين، المعكوس الضربي اللي هو بشقلب العدد، بخلي البص مقام والمقام بص، الاتنين دي اصلها 2/1، يبقى المعكوس الضربي ليها هيبقى بنص. تمام كده. طيب بيقول المعكوس الجمعي للعدد سالب الجذر التربيعي ل9/16. طيب لازم اجيب الجذر الاول، قلنا اي علامه قبل الجذر بثبتها. طيب جذر ال9 ب3، جذر ال16 ب4. طيب المعكوس الجمعي لسالب 3/4 هو نفس العدد، بس الاشاره بتبقى مخالفه، لو ده سالب يبقى ده موجب، يبقى المعكوس الجمعي للعدد ده اللي هو 3/4. طيب الجذر التربيعي ل10^2 - 6^2، حد هيقول لي هيبقى 10 + 6 هيساوي 4. لا طبعا غلط، انا لازم بخلص عملية الجمع اللي تحت الجذر دي الاول، وبعد كده باخد الجذر ليهم. يبقى هيساوي الجذر، جذر ال10 أس 2 اللي هي ب100 ناقص ال6 أس 2 اللي هي ب36، هيساوي الجذر المية ناقص ال36 بكام؟ ب64 اللي هي هتساوي 8. جذر ال64 اللي هو بكام؟ ب8. طيب دي زيها بالظبط، انا لا دي مش زيها، دي مختلفة عنها، سوري معلش. جذر ال10 أس 2 ناقص جذر ال6 أس 2، ايه الفرق بقى بين دي ودي؟ دي هاخد الجذر لوحده. جذر ال10 أس 2 اللي هو ب10 ناقص جذر ال6 أس 2 اللي هو ب6 اللي هو هيساوي 4. هنا هو مديني كل واحدة لوحدها، فخدت لها الجذر لوحدها. هنا عملية طرح، في عملية الطرح والجمع تحت الجذر ما ينفعش ياخد الجذر إلا ما خلص عملية الطرح والجمع. تمام. طيب نشوف اللي بعد كده. الجذر التربيعي لنص الكل أس 4 في الجذر التربيعي في التلت الكل أس 4. تمام كده. طيب هتبقى هتساوي
انا في ده ضرب عادي بقى ان انا ايه هاخد الجذر عادي، طالما ضرب او قسمه باخد الجذر عادي، مش شرط ان انا اخلص ايه تحت الايه تحت الجذر وبعد كده اخد الجذر، لا في الضرب باخد بوزع الجذر عادي. تمام. طيب الجذر التربيعي للواحد على اتنين الكل اس اربعة، بناخد نص الايه نص الاس، هيبقى بواحد على اتنين الكل اس اتنين، في واحد على تلاتة ده اس اربعة هاخد نص الاس اللي هو هيبقى اتنين، واحد على اتنين الكل اس اتنين اللي هو بيساوي واحد على اربعة، في واحد على تلاتة الكل اس اتنين اللي هو بواحد على تسعة هيساوي واحد على الاربعة في تسعة بستة وتلاتين. طيب نشوف اللي بعد كده. الجذر التربيعي لنص أس 2 على خمس أس 2. طيب أثناء الضرب والقسمة عادي بوزع الجذر عادي، تمام، هيساوي طبعا أنا باخد نص الأس. طيب الجذر التربيعي للنص أس 2 اللي هو بنص على الجذر التربيعي للخمس أس 2 اللي هو بواحد على خمسة، باخد نص الإيه الأس على طول. طيب نص على خمس اللي هو هيساوي نص، فيه بنشقلب وبنضرب وبعدين نشقلب في خمسة اللي هو هيساوي خمسة على اتنين اللي هو هيساوي اتنين ونص. طيب دي مسائل بقى الايه الامتحان. سالب الجذر التربيعي للتسعة على اربعة ناقص تلاتة على اتنين زائد تلاتة على اتنين الكل اس صفر. اي حاجة اس صفر على طول بروح جاية شطبها كده وكاتبة عليها واحد لانها بتساوي واحد، القيمة بتاعتها بواحد. طيب اي حاجة قبل الجذر، اي علامة قبل الجذر بحطها. السالب اهي جذر التسعة تلاتة، جذر الاربعة اتنين، ناقص التلاتة على اتنين زائد الواحد. تمام كده. سالب تلاتة على اتنين وسالب تلاتة على اتنين هنا، وممكن اخلي الواحد ده بكام؟ باتنين على اتنين. تمام، عشان ايه اجمع على طول، هاخد اتنين واحدة، تلاتة سالب تلاتة وسالب تلاتة يبقى سالب ستة، زائد اتنين يبقى سالب اربعة على اتنين اللي هي هتساوي سالب اتنين. تمام. طيب نشوف اللي بعد كده. سالب اتنين على سبعة الكل اس اتنين، في الجذر التربيعي للتسعة واربعين على اربعة، في اتنين على سبعة اس صفر. قلنا اي حاجة اس صفر بنروح جاية شطبها كده وكاتبة فوقيها واحد لان القيمة بتاعتها بواحد. طيب سالب اتنين على سبعة الكل اس اتنين، هنا الاس بتاعي هنا عدد زوجي، هي ايه هيكنسل لي او هيطير لي الايه الاشاره السالب دي ولا كانها موجوده، هبتدي اوزع الاس على المقام والبسط. 2 اس 2 اللي هي ب 4، 7 اس 2 اللي هي ب 49، في الجذر التربيعي لل 49 اللي هو ب 7 على الجذر التربيعي لل 4 اللي هو ب 2 في 1 هيساوي، في هنا اختصار هختصر ادي الاتنين دي هكنسلها مع الاربعة هتساوي اتنين، والسبعة دي هكنسلها مع التسعة واربعين هتساوي سبعة، يبقى عندي هنا الناتج كله هيساوي اتنين على سبعة. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس، الدرس بسيط جدا وسهل مفيش فيه اي حاجة، دي كل التركات اللي موجودة في الدرس. بالتوفيق ان شاء الله، اشوفكم في الفيديو اللي جاي بإذن الله.